أعلن السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين في تصريح لبرنامج خاص يعرض بعد نشرة الثامنة مساء اليوم، أعلن أن تمكين استطاعت خلال فترة جائحة فيروس كورونا دعم أكثر من 16 ألف شركة بإجمالي مبالغ وصلت إلى 56 مليون دينار، مشيرا إلى أن تمكين تعمل حاليا على العودة إلى أهدافها الأساسية القائمة على الابتكار والتطوير. راح أرجع إلى فترة قبل كورونا. نعم. كانت التركيز تمكين لفترة طويلة على تشجيع ونشر الوعي في القطاع الخاص للشركات للأفراد على الخوض في مجال ريادة الأعمال، التطوير، النمو والتوسع في مشاريع جديدة في أسواق جديدة، ولذلك كان لازم على تمكين خلق مساحة كبيرة من المرونة من ناحية دعم الأفراد المؤسسات في كل القطاعات. نعم. طبعا خلال فترة جائحة كورونا أسندت الحكومة إلى تمكين مسؤولية دعم استمرارية عمل الشركات المتأثرة بالجائحة، ولذلك كانت تمكين تركز بشكل كبير على برنامج دعم استمرارية عمل الشركات اللي من خلاله تم دعم حوالي 16 ألف شركة بإجمالي دعم وصل حوالي 55 إلى 56 مليون دينار على مراحل. الآن طبعاً خلال الخمس سنوات القادمة الاستراتيجية راح تكون مركزة بشكل أساسي على العودة إلى الأهداف الأساسية لتمكين، وهي التطوير، النمو، الابتكار، التوسع، التطوير.